طبعا حذرنا يعني بال 2014، قلنا يابا والله العظيم هذا المشروع اللي دي يسووه اليوم مشروع تشكيل قوات باسم مختلف عن القوات الامنيه، والله مشروع سياسي. اذا تتذكرون استاذ مقداد اكو تصريحات كانت للسيد هادي العامري ولكثير من القيادات انه سنحرر ونعود لبيوتنا. قلنا لهم والله نتحداكم. والله اتذكر لحد الان كريم النوري وكثير من الاسماء مع احترامنا لهم كانوا يقولون والله احنا راح نحرر ونرجع، والله ما عندنا اي غايه سياسيه ولا هم يحزنون. اسماء كثيره وصدقت توقعاتنا وقراءاتنا لهذا التحرك، وصارت الفصائل عباره عن مكونات، عباره عن كيانات سياسيه تحمي الميليشيات اللي على الارض والمتهمه بارتكاب الجرائم عبر بث تصريحات وتشكيك. وهم اكيد يعني قارين كلش زين، يعني حرب نفسيه، هم يعني متمرسين بالحرب النفسيه، حرب الشعوب مو حرب الاعداء. هم يحاربون الشعوب، الشعب العراقي يحاربوه حربا نفسيه وفق الاطر العلميه الرصينه، ويعني بطريقه علميه ومدروسه، ويصرفون عليها ملايين الدولارات، لكن ما يصرفون ملايين الدولارات على تحسين سمعتهم. هم اليوم يعني التاريخ ده يسجل، التاريخ اللي سجل انه فلان قتل فلان، وانه فلان اغتصب حق فلان، واللي فلان سوى فلان شيء، واللي فلان سوى فلان شيء. دي يسجل اليوم، دي يسجل انه اكو جماعة بالعراق حكمت وسمت حكمها، ربطت حكمها ب يعني جهة معينة او بمشروع معين او بمسمى معين، وهذا المسمى اليوم ارتبطت بكل اشكال الفشل والخراب والقتل والدمار وكل ما هو سيء في العراق.